مساء الخير واهلا بكم حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده عندنا موضوع مهم اثار الكثير من الجدل داخل البرلمان وخارجه الحقيقه، وهو منح الاقامه لمده 5 سنوات للاجانب مقابل وديعه بالدولار، بعدها يمكن لهم ان يتقدموا للحصول على الجنسيه المصريه. الاقتراح وافقت عليه تعديل تشريعي وافقت عليه لجنه الدفاع والامن القومي بالبرلمان الاسبوع الماضي، اثار كثير من الجدل. البعض اعتبروا بيع للجنسية المصرية لتحصيل الأموال، والبعض وهو يهدد الأمن القومي، والبعض الآخر اعتبروا إطار مشروع جدا يعني معمول به في كل أنحاء العالم ليس به جديد، وهو سبيل لتعظيم موارد الدولة. اللي هو يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي هيكون معانا، والنائب طبعا مخضرم على عبد المنعم، والمستشار الاقتصادي سامح صدقي صاحب الفكرة اللي عرضها عندنا وفي أماكن أخرى كثيرة أيضا هيكون معانا بعد قليل. لكن خلونا نبدأ بالأخبار، وربما كان الخبر الأهم النهاردة هو ما أعلنته حركة المقاومة الإسلامية حماس منذ دقائق قليلة على لسان خالد مشعل الرئيس المكتب السياسي للحركة، وهو يغادر منصبه عندما أعلنت تغييرا في وثيقتها السياسية، أو ما أسمته هم أو ما أسموه هم بالتطوير في الوثيقة السياسية ووثيقة سياسية جديدة لحماس. هذا التغيير يتضمن مجموعة من البنود، الوثيقة السياسية اللي أعلن عليها عنها في الدوحة، واللي ما زال البث المباشر من الدوحة الآن مستمر، وما زال في خالد مشعل بياخد أسئلة الصحفيين. الحقيقة أنه أهم ما فيها وقبول حماس بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67. ماذا يعني ذلك؟ ده تغير كبير في فكر حماس، لان هم كانوا البدايه يعني الفكر الاصلي من 30 سنه هو انها حركه مقاومه، وانه يعني ارض فلسطين كافه، الدوله هي على كافه الارض الفلسطينيه وليس على حدود ال 67 فقط. هناك ايضا غياب للبند الذي يتحدث عن ارتباط حماس بجماعة الإخوان، وفي سؤال من الصحفيين هل هذا فك للارتباط مع جماعة الإخوان؟ هنعرف بعد قليل ما قاله خالد مشعل. خالد مشعل قال إنه هذه الوثيقة أخذت 4 سنوات قبل الخروج للعلن، منها عامين من النقاش وعامين من التنقيح، وأنها وثيقة تطوير، وأنه كما قال هي محاولة أن تكون الحركة هي حركة مقاومة، ولكنها أيضا حركة سياسية تطور نفسها بنفسها ولا تقف جامدة أمام التطورات. وقال بعد ذلك إنه والله لو العالم كله عرض علينا أرض وعرض علينا عرض علينا دولة على حدود 67 لماذا لا نقبلها؟ دعونا نقبلها ويكون هذا هو المنطلق. قال أيضا خالد مشعل نريد أن نقدم نموذج في التطور والانفتاح والتعامل مع الواقع دون الإخلال بالثوابت الأساسية لحركة حماس. أكد على مجموعة ثوابت أن قيام كيان الصهيوني لا يلغي حق الشعب الفلسطيني في العيش على كامل أرضه، القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية وهي كل مقدساتها هي مقدسات فلسطينية، لا حق للاحتلال بأي جزء من أجزاء القدس، حق العودة حق طبيعي فردي وجماعي ولا يمكن الخروج عنه، رفض مشروعات تصفية اللاجئين أو حتى الأراضي البديلة سواء في رفح أو على حدود سيناء أو غيرها، كل هذه المشروعات مرفوضة، وعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني، وعلى الجانب الآخر آخر رفض معاداة السامية. لأول مرة كمان بيطرح فكرة رفض معاداة السامية، وإنه حركة حماس ليست ضد اليهود ولكن هي ضد الاغتصاب الصهيوني للأرض الفلسطينية. ولكن أكد أيضا مشعل أن هذا لا يعني تخلي الحركة عن خيار المقاومة، وأن خيار المقاومة سيبقى هو الخيار الثابت بكل السبل كما قال. خلونا نسمع جزء مما قاله خالد مشعل منذ دقائق قليلة عن ميثاق حماس الجديد، والجزء الأهم المتغير الأهم في ميثاق الحركة التي أسست منذ 30 عاما وكان لها ميثاق في 88، الآن يتم طبقا لما قاله خالد مشعل تجديد هذا الميثاق.
ثم البند الذي ينتظره الكثيرون، موضوع 67، أقرأ البند كاملا. لا تنازل عن أي جزء من أرض فلسطين، بند 20، لا تنازل عن أي جزء من أرض فلسطين مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط، ومهما طال الاحتلال، وترفض حماس أي بديل عن تحرير فلسطين تحريرا كاملا من نهرها إلى بحرها. ومع ذلك وبما لا يعني إطلاقا الاعتراف بالكيان الصهيوني ولا التنازل عن أي من الحقوق الفلسطينية، فإن حماس تعتبر أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على خطوط 4 من حزيران يونيو 67 مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها هي صيغة توافقية وطنية مشتركة نلتقي عليها مع كل شركاء الوطن، مستعدين أن نتعاون على أرضيتها ونتعاون مع العرب والمسلمين ومع كل من يريد إنصاف الشعب الفلسطيني من العالم. وفي البند 28 في الشأن الداخلي الفلسطيني، تؤمن حماس وتتمسك بإدارة علاقاتها الفلسطينية على قاعدة التعددية والخيار الديمقراطي والشراكة الوطنية وقبول الآخر واعتماد الحوار بما يعزز وحدة الصف والعمل المشترك إلى آخره. إذن هذا هو الجزء الأهم ربما في ما قاله خالد مشعل اليوم، بننتظر إجابته عن موضوع فك الارتباط بجماعة الإخوان، لأن البند المتعلق بأن حماس جزء من جماعة الإخوان المسلمين غير موجود في هذا الميثاق الجديد، فهل هذا يعني فك الارتباط بجماعة الإخوان؟ ده سؤال مهم سؤال أيضا في المؤتمر الصحفي، ونسمع خالد مشعل ماذا سيقول عنه. إسرائيل استبقت طبعا إعلان هذه الوثيقة وقالت أنها وثيقة مضللة. خلونا نقول مجموعة من الأمور المترابطة اللي بنحاول نعرف منها لماذا الآن، ولماذا قبلت حماس بحدود 67، ولماذا هذا التغير. طبعا احنا عارفين ان الرئيس ابو مازن كان في القاهرة يمكن اول امبارح، الرئيس ابو مازن في طريقه خلال ايام الى واشنطن للقاء رئيس ترامب. ادارة ترامب تحاول ان تحرك وتحلحل المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، هناك زيارة لترامب قريبا الى المنطقة ومنها الى اسرائيل. يعني في مجموعة كده من المتغيرات، بس مهم برضو نسأل لماذا هذا التغير الآن. الدكتور عماد جاد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور عماد مساء الخير يا فندم. مساء النور أستاذ رامي. لماذا؟ لأنك عملت في يعني الفرشة الأخيرة الكلمات اللي حضرتك قلتيها عن زيارات واتصالات. نحن لدينا معلومات حينما كنا في واشنطن قبل زيارة الرئيس السيسي الأخيرة من داخل الكونغرس الأمريكي بأنه احتمال كبير أن يكون هناك خلال شهر يوليو القادم قمة في واشنطن تجمع الرئيس المصري، الرئيس الفلسطيني، رئيس الوزراء الإسرائيلي، عاهل الأردن مع الرئيس الأمريكي من أجل حل سياسي للقضية الفلسطينية. حماس وفق الأسس التي قامت عليها أو قام عليها ميثاقها الذي أصدرته بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الكبرى في نهاية 87، هذا الميثاق صدر في عام 1988، وهذا الميثاق يعني قرأته ولدي الوثيقة الأساسية، تتحدث عن نقاط أساسية. أول بند يتحدث عن أن حركة حماس جزء من جماعة الإخوان المسلمين، ده الميثاق القديم اللي هو بتاع 88 أن حركة حماس وهي حركة المقاومة الإسلامية واختصارها حماس هي جزء من جماعة الإخوان المسلمين. اثنين، أن فلسطين من البحر إلى النهر أرض وقف إسلامي لا يجوز التفريط في شبر منها. ثلاثة، أن فلسطين ستعود بالكامل وهناك رفض كامل لفكرة التفاوض. حماس أدركت، وعايز أقول لحضرتك يا أستاذة لميس أنه هذا الخطاب يلقيه السيد خالد مشعل من الدوحة، نعم، وده له مغزى تاني.
ايوه، وهو ده المغزى التاني اللي انا كنت عايز اسالك عليه بالظبط. طيب اتفضل. المغزى التاني دوت انه حركه حماس ومكتبها السياسي موجود في قطر، حركه حماس ومكتبها السياسي ياتمر بالاوامر القطريه، وبالتالي اتصور ان هناك اتصالات امريكيه مع قطر. ايوه قالت لهم بشكل واضح ما لم تغير حماس موقفها وتقدم نفسها باعتبارها جزء من عملية التسوية السياسية، وأن الصراع مع إسرائيل ليس بصراع وجود وإنما هو صراع سياسي، وده التعبير اللي استخدمه خالد مشعل، وأن يقبل بدولة فلسطينية على حدود ما قبل 5 مليون 67 لن يكون جزءا من عملية التسوية السياسية، ولأن حركة حماس حركة سياسية متلونة أرادت استخدام الدين في لحظة حينما أدركت أن استخدام الدين لم يعد مناسبا لها وانه سيبعدها خارج المشهد السياسي، تدخلت قطر وضغطت على حماس فغيرت كل ما لها من تغييرات. ما قاله خالد مشعل هو يا استاذ لميس الاسس التي قامت عليها عمليه اوسلو واتفاق اوسلو قبل اكثر من ربع قرن، وهذا الاتفاق عطلته حماس من خلال العمليات الانتحاريه التي ادت الى الغاء الاتفاق واعاده احتلال اسرائيل للاراضي التي طيب. سحبت انا كمان لاحظت وما اعرفش اذا كنت حضرتك لاحظت معايا، واحد الدعوه لتدمير اسرائيل مش موجوده، يعني استخدام هذه العبارات يعني صحيح عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني انه لكن فكره تدمير اسرائيل لم تعد موجوده. يا استاذ لميس انا قلت لحضرتك انه حركة حماس في ميثاقها كانت تتحدث عن ان الصراع مع اسرائيل صراع وجود وان فلسطين من البحر الى النهر ارض وقف اسلامي، يعني تدمير اسرائيل وعدم الاعتراف يعني. حتى يدخل في العملية السياسية فكان لابد ان يسقط هذا الامر. انا اتفرجت وشاهدت يعني كلام خالد مشعل، لاحظي انه اول 40 دقيقة في الكلام حنجوري. ايوه، واول 40 دقيقه كان كلام ديفنسيف، كان كلام دفاعي، كان بيحاول يؤكد ان الحركه لم تتغير وان ثوابتها باقيه. لا ده كلام حنجوري بمعنى ايه؟ اولا في لغه الكبر الاخوانيه، ان احنا في ناس فرطت وفي ناس تجمدت حينما تمسكت بالثوابت وتوسعت فيها، نحن لن نفرط ولن نتجمد وبنواكب التغييرات. ده كلام حنجوري لا مؤاخذه يصرفه في حته ثانيه. السياسة فيش الكلام ده، هو الخلاصة القول يا أستاذ لمين. نعم. أن حركة حماس وهي فرع لجماعة الإخوان المسلمين تنصلت من الحركة، زي ما بتيجي يقول لك في مصر هنا يقول لك والله أنا مش إخوان، أنا ماليش علاقة بيهم، أنا ممكن أكون كنت متعاطف معاهم. لا، الحركة جزء من جماعة الإخوان، حينما وجدت أن انتمائها لجماعة الإخوان حسب ميثاقها سيقف عقبة أمام دخولها في العملية السياسية ويرسلها خارجها ويجعلها تطرد من قطر، اضطرت الى تغيير الميثاق بالكامل. اول 40 دقيقه اشطبيهم خالد مشعل بيلف ودوره بيلعب بالالفاظ. الخلاصه عشان كده بعض الناس كانت بتقول له في النص ادخل في الموضوع قول لنا ايه، هو بيحاول يحط كل بند من التراجع ويميعه وسط جمل يعني ايه حنجوريه. لما الناس قالت له طب ايه الموضوع؟ قال لهم انا يعني بشرح. قالوا لا ما تشرحش، اقرا البنود بشكل رئيسي، يعني قول لنا البنود، ما تقوليش مثلا انك انت اسقطت تدمير اسرائيل وبعدين تقول لي ولن نعترف باسرائيل. اعترف ولا تعترفش مش انت الاساس. لو انت دخلت في مفاوضات وخدت دوله فلسطينيه على حدود 67 العالم كله يعترف بك واسرائيل معترف بها وعضو في الامم المتحده، اعترف ولا تعترفش دي مش مشكلتهم. فانا عايز اقول هو كان بيحاول يميع، وده بيخاطب دي العرب، لانه خلي بالك البيان باللغه الانجليزيه هو فيه الكلام اللي مطلوب منه حرفيا، ما فيهوش الكلام الحنجوري. لا هو بيكلم الجماهير العربيه علشان ما يبانش ان هو قد تراجع وان الحركه تراجعت وانها بتغير دمها. بيتشطر عليها. طيب خلينا نسال ماذا يعني هذا بالنسبه لنا؟ طب خليك معايا دكتور عماد، انا معي على الهاتف السيد حسن عصفور الوزير الفلسطيني السابق. سيد عصفور مساء الخير يا فندم. سيد عصفور. ايوه اهلا، مساء الخير. كيف استمعت الى الوزير الى خالد مشعل والى هذا التغير او يعني عايز اقول ايه هذا الانقلاب في حركه حماس؟
طب من خلال خلينا احيي الدكتور عماد بالطريق يعني. طبعا بالطريق ممكن نحيي الدكتور عماد. بيحييك يا دكتور عماد اكيد سامعه. اتفضل. انا بحييك الضيف العزيز. اتفضل اتفضل يا دكتور. اتفضل يا سياده الوزير. لا يعني ما يتعلق بما حدث اليوم يقرا بسياق باكثر من جانب. اتفضل. الجانب الاول نعم هناك تغيير حقيقي وسياسي في موقف حركه حماس سواء على الصعيد المصري او على الصعيد الفكري. بغض النظر عن ادعاء انه لا يزال ضد حركه الاخوان الفكريه. اوجد في حركه الاخوان الفكريه اما ان تكون اخوان او لا اخوان. وهذه المساله انا بالنسبه لي شخصيا حاسم. مش واحد اسمه اخوان فكري واخوان سياسي. وبالتالي هي اول نقطه يعني حال مثل وقع فيها اشكاليه ودليل ارباك حتى الان عندهم ارباك. لا انا مش انا مش سامع كويس. ممكن نعلي الصوت شويه يا جماعه لو سمحتوا. اتفضل اتفضل يا سياده الوزير. المساله الثانيه ما يتعلق بالموقف السياسي. حركة حماس اليوم تعاملت مع المسألة بشخصين، تعاملت أنها فصيل وبنفس الوقت أنها إطار. تفاصيل قالت نحن حركة حماس سنة 1 2 3 4 عدد من المواقف. ومنها ما يتعلق في الموقف الاستراتيجي تجاه أن فلسطين كلها هي أرض فلسطينية ولكنها تتعامل مع حدود 67 كدولة دون أن تحدد المسافة بين الانتقالي والحل النهائي. تركتها عائلة بشكل أو بآخر وهذا بالسياسة لا استطيع ان اعبر عنه الا انه هذا عقليه الفصيل، ولكن بالمقابل تحدث عن امكانيه التفاوض. لا يستطيع فصيل على الاطلاق ان يتحدث عن التفاوض كفصيل الا اذا كان يفكر بعقليه البديل. هنا هي تناقض سياسي اول، يعني ما بدي استعجل واحكم بس موضوعيا هو قدم نفسه كاطار بديل في نفس الوقت. تحدث عن منظمه التحرير كاطار وليس ممثل فرعي ووحيد. وهناك وقال ان منظمه التحرير اطار وطني واردف ذلك مع التطوير والخ الخ. وليس ممثل شرعي ووحيد وهذا فرق جوهر. المنظمه هي ممثل شرعي ووحيد بكل مؤسساتها بغض النظر عن تبيها او مش فيها. هي قضيه اخرى. هي قضيه كمان تمثل يعني لا تزال هناك ارتعاش سياسيه فكريه عند حركه حماس. الاخطر انا بعتقد ان حماس عشان مثل قال ان حماس قدمت نموذج ايجابي في حاله السلطه. وانا باختصار بعتقد هو اسوء نموذج قدم للشعب الفلسطيني هي سلطه حماس في قطاع غزه. طيب يعني اذا ماذا بعد هذا الميثاق؟ ماذا يعني على الارض؟ يعني على الارض انا بعتقد ان هذا الميثاق هذا الرؤيه السياسيه لا لم تكن جزء من الحركه. انا مش سامعه يا جماعه. ممكن نعيد نعاود الاتصال تاني بسياده الوزير عصفور لان انا تقريبا مش سامعه. طب اذهب ارجو ان تبقى معي دكتور عماد للتعليق. لكن معايا ايضا السيد صالح القلاب وزير الاعلام الاردني الاسبق. سيد قلاب مساء الخير. كيف استمعت الى خالد مشعل؟ هل هذا انقلاب في حماس ام انه مراوغه؟ لا انا بدي خالد مشعل انسان محترم وانا بعزه واحد والتقيت فيه مره واحده بحياتي وكان لقاء مع ابو عمار الله يرحمه كان بعمان وعرض عليه نصف اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني ورفض. هم كانوا يعتبروا منظمه التحرير منظمه مفرطه بالحقوق الفلسطينيه ويعتبروها انه وللان يبدو حتى هذا الموضوع. انا بدي اسال سؤال. لماذا لما انتهت ولاية الأخ خالد مشعل أقدموا على هذه الخطوة؟ لماذا لم يقدموا عليها لما كان هو في مواقعه القيادية الرئيسية في الحركة؟ لماذا الآن لما انتهت ولايته؟ طب إجابتك والآن إيه؟ تفسيرك إيه؟ يعني أنا ما أحكي إنه تفسيري. طيب ليه ما أخذ هذا القرار لما كان الآن تعرف انتهت ولايته وبدهم يختاروا غيره كمرشد للحركة أمين عام قائد عام؟ أنا ما لماذا كل هذه السنوات الطويلة؟ بس هو أعلن هو اللي أعلن ده سيد قلاب. يعني إذا كان يريد أن يتنصل من هذا فهو اللي أعلن هذا التغيير. أنا هو سؤال فقط مجرد سؤال. لا سؤال طيب. وراه كتير. طيب حقيقة إذا بدنا نحكي وهذا برنامج محترم وأنت والله صحفية مبدعة وأنا أتابع البرنامج. أنا هذه الحالة مرت فيها كل التنظيمات الفلسطينية حتى فتح مرت بهذا الوضع
والتنظيمات الفلسطينية إذا بدك الحقيقة هي فتح والجبهة الشعبية وحماس التنظيمات الفلسطينية. الباقي رتوش ما لها معنى، رتوش أنظمة عربية ما لها معنى ولا لها وجود. كلهم مروا بهذه الحالة سنوات. أنت تعرضي حتى الآن فتح كفتح كتنظيم فتح لم تعترف بأوسلو ولم تعترف بإسرائيل لحتى الآن، ولم تتخلى عن منطلقاتها الأساسية اللي انطلقت على أساسها سنة 65. منظمة التحرير هي التي أقدمت على خطوة أوسلو، ومنظمة التحرير هي اللي شاركت بهذه، رغم أنه أبو عمار هو قائد فتح ومؤسسها، رغم أنه ولكن رسميا حركة فتح حتى الآن لم تعترف بإسرائيل حركة كحركة. طيب. هذا الموضوع إخواننا في حماس. طيب 30 سنة لماذا أضاعوا هالثلاثين سنة أباء منثورة؟ طب خلينا نتكلم على ما بعد ذلك سيادة الوزير، يعني ماذا يعني هذا التغير في الميثاق على الأرض؟ يعني أنه حماس ستدخل في مفاوضات مباشرة ضمن إطار السلطة مثلا مع إسرائيل، يعني فك ارتباط مع جماعة الإخوان، ماذا يعني ذلك على الأرض بعد الثلاثين سنة اللي راحت هباء منثورا؟ هو فك الارتباط مع الإخوان المسلمين هذا كان علشان موضوع مصر. لو انهم موجودين في الكرمل على حدود لبنان فما كان فك الارتباط مع 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 الإخوان المسلمين، ولكن لأنه موجودين بغزة وضعهم الأساسي ودولتهم الخاصة فيهم موجودة في غزة، معروف أنه لماذا فك ارتباطهم. أنا ما أعرف هو هذا فك الارتباط شكلي ما شكلي ما أعرف إذا كان هذا الموضوع. في كل الحالات الخطوة التالية ما هي؟ هل سيدخل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني المعترف فيها من كل معظم العرب، بلاش نقول كل العرب والمعترف فيها من العالم كله ومعترف فيها من الأمم المتحدة واللي هي تفاوض، وأبو مازن لما يفاوض ما لا يفاوض باسم فتح طبعا. يفاوض باسم منظمة التحرير الفلسطينية. هل يذهب إلى، والله أنا أعتقد أنه من الصعوبة بمكان. وفي تجربة وحدوية صارت، ومتذكرين لما صار اجتماع مكة والاتفاق اللي صار بمكة، وبعد أيام اتدخلت إيران وأفشلت الموضوع وعملوا انقلابهم اللي عملوه على السلطة الوطنية. ولا احنا تفاءلوا بالخير تجدوا، أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي. هل هل تعتقد إنه الزيارات المتتالية للزعماء العرب، الرئيس السيسي، جلالة الملك عبد الله، الآن أبو مازن ذاهب إلى واشنطن، كل هذه الزيارات حل يعني والضغط ربما أو يعني الضغط من الإدارة الأمريكية على الدوحة، كل ده بيغير المشهد شوية؟ والله أنا ما بعتقد إنه هي. هاي الحركة شايفة القطار سابقها بآلاف الأميال، وما في حدا ضغط على حدا ولا على الدوحة ولا على شيء. حركة عم تفشل في غزة، تفشل، وأيضا جزء منها للآن لهذه اللحظة مع الولي الفقيه مع إيران. إيران الآن كل العرب شعروا بأنه تتدخل تدخل سافر في الشؤون العربية وتعمل مشاكل بالوضع العربي. احنا ما بدنا نعاد الإيرانيين، ولكن الإيرانيين يتدخلوا في سوريا، يتدخلوا في لبنان، يتدخلوا في العراق، يتدخلوا في اليمن، يتدخلوا أيضا، تدخلوا حتى في مصر سابقا وكانوا وراء بداية العمليات اللي في سيناء، ولذلك وكانوا بالخرطوم، كانوا وقتها موجودين بالخرطوم، وانت تعرفوا هذا الموضوع. ولذلك هاي الحركة شافت حالها انه في وضع هي تسير وراء القافلة، وراء حركة التاريخ، ولذلك قامت بهذا الموضوع. ما اعرف، لانه في جزء منها لا يزال يرتبط بإيران ارتباط طبعا رئيسي عضوي طبعا، لا يزال يرتبط
وموجودين هم هذا اللي الموجودين في غزة، مش خالد مشعل اللي موجود في غزة ولا هنية، اللي موجودين في غزة اللي بالجناح العسكري موجودين بغزة حقيقة مع إيران، مع إيران على طول الخط. ولذلك أنا أتمنى أنه يصير مفاوضات ويصير جزء من منظمة تحرير وجزء من العمل الفلسطيني المعترف. يعني لما هذا ترامب كانوا يعتبروه متطرف ويعتبروه، لما أبو مازن يروح يشوف ترامب، هذه خطوة مهمة جدا جدا طبعا، وفي دور مصر فيها وفيها دور سعودي وفيها دور أردني وفيها دور، هذه الخطوة اللي ادعوا الأخ أبو مازن. والأخ أبو مازن أنا بدي أحكي لك شيء، أنا كنت مع الأخ أبو مازن ورحنا مع أبو عمار أول زيارة بعد ما صار الخميني، بعد ثورة الخميني انتصرت، وكنا جالسين مدرسة علوي، وكانوا ليلتها أعدموا الجنرال نصير وعباس هويدة ودعونا نحضر حفلة الإعدامات. كان رأي أبو مازن إنه هذولا لا يمكن أن نتفاهم معهم ولا يمكن أن تكون لنا علاقة فيهم، وهذا تعذروني إني حكيت هذا الموضوع بدون ما أستأذن أبو مازن فيه. ولذلك العملية بعدها ما انتهت، مدام إيران موجودة في غزة ما انتهى الموضوع. ولا خالد مشعل هذه البيانات هذه اللي تطلع يحسم الموضوع، يدخل منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، أما يظل رجل عند إيران ورجل موجودة، هذا ما بيمشي الموضوع. هذه واللعبة يعني منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد، هذا القرار لما اتخذ 1974 بقرار قمة الرباط اللي الحسن الثاني كان موجود وكان الرؤساء العرب، ومصر من أول من أيد هذا الموضوع في هذا. هذه القضايا يجب أن تحسم. أما الألاعيب والمناورات أتمنى أن تكون الخطوة صحيحة، وأنا مع الشعب الفلسطيني ومع القضية الفلسطينية. أتمنى محمود الزهار، أنا جلست معه في غزة ومعي فريح أبو مدين، أنت تعرفي فريح من الزعامات الموجودة بغزة ومستقل، هو جلسات هائلة وتحاورنا معه مطولا. يا عمي ما في مجال إلا تذهبوا إلى منظمة التحرير، العالم ما يعترف بمنظمة التحرير، لا يعترفوا بمنظمة التحرير ولا يعترفوا بهذا الحل، وكانوا رابطين حالهم بالمشروع، مشروع الإخوان المسلمين كاملا بمشروع الإخوان المسلمين. صارت بعدين معهم تطورات، علاقتهم بتركيا وعلاقتهم ما بعرف وين، وهذا الموضوع الآن حقيقة. أما إذا 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 بكرة بعد بكرة بعد شهر بعد شهرين بعد ست شهور بعد سنة، إذا فتحوا حوار جدي مع منظمة التحرير الفلسطينية وهاي الدولة اللي عاملينها بغزة وطول النهار تشتم على 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 أبو مازن وطول النهار تعمل مناوراتها ومشاكلها، إذا هاي اندمجت في السلطة الوطنية الفلسطينية باتجاه الدولة الفلسطينية، وإذا اندمجت منظمة التحرير، بدنا نأدي لهم التحية. وأنا بحييك جدا على هذا التحليل زيد صالح القلاب وزير الإعلام الأردني الأسبق. الحياة يعني إذا فعلا كل ده حصل، خلونا نشوف هل هو مجرد كلام مناور أم أنه كلام حقيقي. نسمع ما قاله خالد مشعل، وريت سيادة الوزير عصفور ودكتور عماد جد يكونوا معنا عشان يسمعوا ما قاله خالد مشعل عن علاقة الحركة بجماعة الإخوان. نحن مستعدون أن نتعاون مع أي جهد عربي أو إسلامي أو دولي يحقق لشعبنا الحرية والتخلص من الاحتلال، لكن على أسس وثوابت شعبنا وغير ذلك، والبقاء في مربعات التعديل على المشاريع والنحت من سقوفها بما ينسجم مع طلبات أو ضغوط هنا وهناك، هذا لا يخدم، لن يغير في الموقف الإسرائيلي أن نتماهى مع مطالبها. إنما أي جهد عربي أو إقليمي أو دولي يحقق لشعبنا التخلص من الاحتلال وأن يعيش في دولة مستقلة على أرضه بسيادة حقيقية دون تضييع حقوقه أو المس بثوابته، حماس منفتحة وستتعاون
وهي جزء من الحل وليس جزءا من المشكلة. حماس جزء من المدرسة الإخوانية فكريا، وقبل أن تسمى حماس هذا الاسم كانت هي تنظيم الإخوان المسلمين الفلسطينيين. فنحن جزء من المدرسة الإخوانية فكريا، لكننا تنظيم فلسطيني مستقل قائم بذاته، مرجعيته مؤسساته القيادية وليس تابعا لأي تنظيم هنا أو هناك. وحماس من الرجولة بحيث لا تتنكر لتاريخها ولا لفكرها ولا تنصرف عن الناس حين تكثر عليهم السهام. وحماس من الرجولة ألا تنصرف عن الناس حين تكثر عليهم السهام، وهي جزء من المدرسة الفكرية لجماعة الإخوان لكنها حركة مستقلة أو تنظيم فكري مستقل. دكتور عماد جاد، ماذا يعني ذلك؟ لا، هو الراجل نظرا لرغبته زي ما أنا قلت أنه عايز يبقى جزء من المشهد وتجاوبا مع الضغوط القطرية، لأنه قبل كده كان موجود في دمشق وانضم لأعداء الرئيس الأسد، فخرجوا من دمشق وذهبوا إلى قطر، فلا مكان له، يعني لا يوجد مكان آخر له إذا لم يتكيف مع الضغوط القطرية تمهيدا للدخول في عملية التسوية السياسية. وحتى يدخل في عملية التسوية السياسية ومن أجل التجاوب مع المطالب المصرية هو أمسك بالعصا من المنتصف، قال إن احنا كنا إخوان مسلمين قبل ما نشكل حماس بالفعل، وهو صحيح. اثنين، انه جزء من المدرسة الفكرية لجماعة الاخوان المسلمين لكن لها مرجعيتها، بمعنى انه هو اعلن فصل العلاقة تماما مع التنظيم الدولي لجماعة الاخوان. يعني ده يعني شكله كده مش مريحني، يعني هل يبدو انه فك ارتباط شكلي فقط؟ يعني زي ما بيقول السيد صالح القلاب انه والله هنشوف بعد كده هيعملوا ايه، هل هذا فك ارتباط شكلي هل ولا حقيقي؟ استاذة لميس، يعني احنا في فرق بين الكلام الاكاديمي والكلام السياسي. لو عايزين نقول اكاديميا فك الارتباط، نعم فك الارتباط، سياسيا ده كلام سياسة، هو يعني قدم باليمين واخده باشتمال، بمعنى انه هو قال انا جزء من المدرسة الفكرية الاخوانية، ما فيش اخواني بيتغير، حتى لما بينشق بيبقى جزء من جماعة من مكتبة الاخوان من مدرسة الاخوان. يعني عندك رموز مصرية انشقت عن الجماعة لكنها تتبع المدرسة الاخوانية فكرا، وبالتالي هو ربما لا يريد أن يحمل جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي وزر من الناحية الفكرية والإيديولوجية ما سوف يتخذ من قرارات. الفيصل بالفعل هو هل سينضم إلى منظمة التحرير؟ إجابتي أنا كمحلل لا، هيحاول يبقى مناصح لمنظمة التحرير، هيحاول يدخل معهم في أي تسويات، وهيقول إن احنا كلفنا المنظمة بالتفاوض وإحنا موجودين، سيتلاعب بالأمر، لكنه في المحصلة النهائية يكفينا أنه قسم علاقته بجماعة الإخوان المسلمين رسميا وبالتنظيم الدولي، وده بيبين قد إيه هم بيتلاعبوا بالمواقف، وأن السياسة هي الأساس والقضية ليست بقضية دين، والدين تجارة واستخدامها في الاتجار بالفلسطينيين. ربع قرن دمروا في غزة، أسموا في السلطة الفلسطينية، أسالوا دماء كثيرة، وفي النهاية قبلوا بما قبل به الراحل ياسر عرفات وبما دعا له الرئيس السادات. لا ده رئيس السادات لا كان داعي الأكبر من كده، رئيس طبعا. السادات حط علم فلسطين في مناهاوس، الرئيس السادات كان حاطط فلسطين علم فلسطين قدام العلم الإسرائيلي في مناهاوس، هم اللي ما جوش، ولو كانوا جم، عارف يا استاذ لميس، انا هقول لك على معلومه واحده بس. النهارده المستوطنات اتهمت 40% من اراضي الضفه الغربيه. يوم ما السادات حط العلم الفلسطيني في مناهاوس قصاد العلم الاسرائيلي والمصري، لم تكن هناك غير اربع خمس مستوطنات، وكانت واحده في سيناء اللي هي يميت واتدمرت لما انسحبت اسرائيل من 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 سيناء. لكن النهارده انت عندك زي ما اتقال الجبنه السويسري، المستوطنات مالت الاراضي الفلسطينيه، مالت الضفه وغزه، وانا بقول لك هو هيبقى في تبادل اراضي، التسويس هيبقى فيها تبادل اراضي، اجزاء مهمه جدا. عارف هقول لك جمله واختم بيها، قرار التخطيط 181 لسنه 47 اللي رفضوه الفلسطينيين والعرب كان بيدي
فلسطين ضعف مساحة الضفة وغزة ومنها يافا وحيفا على البحر المتوسط. كل ما بيمر الوقت بتتقلص المساحة المعروضة علينا، ولما بنقعد على الترابيزة بيسحب المعروض من سنة، وبالتالي لا هيوصل التسوية لما كان يطالب به الرئيس سادات ولا اللي كان معروض في أوسلو. أشكرك دكتور عماد جاد، وبرجع مرة أخرى للوزير حسن عصفور. يعني إذن على الأرض سيد عصفور، هل حماس يعني يمكن أن تدخل ضمن حركة، يعني أولا تعترف بالحركة بمنظمة التحرير ليس فقط كإطار وطني ولكن كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، ممكن تدخل في تفاوض مع الإسرائيليين؟ التطبيق على الأرض، كيف ترى التطبيق لكل هذا الكلام؟ يعني ما تعلق بمنظمة التحرير موضوعيا هي بتحاول، كان في إطار في لقاء في بيروت باللجنة التحضيرية، صحيح هي طلبت لذلك. أبو مازن أوقف نتائج الاجتماع، وهذا كان خطأ من أبو مازن بتقدير الشخصي. كان أبو مازن عليه أن يكمل خطوة الاجتماع التحضيري للجنة الوطنية الخاصة بعقد المجلس الوطني الفلسطيني. هم عندهم استعداد لأنهم مدركين تماما أن وضع فتح ليس بالقوة التي يمكن أن تعطيهم القوة التي هي موجودة الآن. حماس تعتقد أنه أي انتخابات قد تعطيها قوة أكثر، أنا شخصيا أرى غير ذلك رغم كل إشكاليات فتح. المسألة الثانية ليس فقط منظمة التحرير، مسألة أخرى ربما حماس تعتقد أن ما بعد خلال فترة قصيرة أو ما بعد فترة ربما يحدث شيء سياسي كبير، هي تريد أن تقدم نفسها الإطار الأكثر قبولا من حركة فتح في إطار أبو مازن للتفاوض السياسي، سواء فيما يتعلق بالوضع في غزة أو الوضع في العلاقة الدولية وحتى بعض العرب. وأعتقد أنه الأمريكان والإسرائيليين لهم رغبة بذلك رغم كل ما يقال عن حالة الرفض لحماس. طيب يعني سيد صالح القلاب كان بيقول ان هذه ليست، ان الحركه ادركت ان القطار يسبقها وانها لابد ان تغير نفسها عشان تلحق بهذا القطار، هل ترى ان هذا تفسير دقيق ولا شايف انه ربما كانت هناك ضغوط ان هذا المؤتمر يعلن من الدوحه؟ يعني برضه في رمزيه مهمه جدا لهذا الامر. لا لا، حماس هي في الدوحه، مش فش رمزيه، حماس الان مقرها الدوحه. صحيح يعني صحيح، القاعده العسكريه يعني صحيح، طبيعي أن يعلم من الدوحة. يعني لو كانت في أمريكا حتعلم من أمريكا. حماس الآن ليست أنه هي تريد أن تلحق حالة، حماس ترى هناك تغيير في الحركة الوطنية الفلسطينية، هناك وضع إشكالي لحركة فتح، هناك مشكلة في كل بنية الحركة الوطنية الفلسطينية. هي تعتقد أنها ربما تكون الوريث في هاي الخطوة، وهاي خطوة يعني أنا ما بدي أتوسع فيها كثير، ولكن بتقدير الشخص أن حماس بدأت تخطط لوراثة حركة فتح في ظل إشكاليات حركة فتح، في ظل إشكاليات موقف أبو مازن السياسي، في ظل ارتباك. يعني الآن أبو مازن ما عندوش علاقة وطنية عامة، كل الفصائل الوطنية أبو مازن أدار له الظهر. يعني اللجنة التنفيذية معطلة، المجلس المركزي معطل، مجلس وطني غير موجود، لا توجد شراكة سياسية الآن بين أبو مازن والفصائل الوطنية الفلسطينية رغم أنها كلها في إطار منظمة التحرير. ربما هناك بعض القوى العربية أو الدولية تريد أن تفتح حماس أن تتسلل إلى هذا الموضوع تسللا، ولكن يعني مبكرا الحديث عن هذا الموضوع. المعيار الحقيقي لمصداقية حماس هو سلوكها على الأرض. حماس لديها سلطة فعلية في قطاع غزة، تمارس أسوأ أنواع السلطة بصراحة يعني، وبالتالي هي لا تقدم النموذج الإيجابي لبديل فتح حتى. نعم. يعني فتح بكل إشكالياتها تبقى متفوق في العلاقة مع القوى عن حركة حماس. بشكرك سيد حسن عصفور الوزير الفلسطيني السابق، ومعي أيضا من رام الله الدكتور محمد الحوراني القيادي بحركة فتح. سيد حوراني، كيف استمعت إلى خالد مشعل؟ هل هي مناورة؟ هل سيكون هناك تغييرات على الواقع، على أرض الواقع؟ كيف استمعت إليه؟ نعم، أنا أعتقد أن سيد خالد مشعل وقيادة حركة حماس لاعتبارات كثيرة تلقوا نصائح من جهات عربية وربما جهات دولية أن يجدوا حلا لموضوع برنامجهم السياسي الذي كان قائما على أيديولوجيا دينية أكثر منه على لغة وطنية سياسية. الآن سمعت أنا البرنامج الذي أعلنه سيد خالد مشعل، وأنا أعتقد أنه في هناك محاولة للاقتراب
من برنامج منظمة التحرير، ولكن أيضا حمل في نفس الوقت خليط مما يبدو أنه موافقة على دولة في 67، ويعني دعيني أقول يعني جزء من الطرح السياسي الماضي. في كل الأحوال نعتبر أن هذه خطوة متقدمة فيها محاولة، ولكن التساؤل أنه إذا كان العالم العربي يتبنى دعم القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس موقف واضح فيما يتعلق بدولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس، ليس العالم العربي فقط بل جهات دولية صديقة في العالم تستطيع أن تساعدنا على أساس هذا الموقف. لذلك أعتقد أنه هذه خطوة من طريق ربما ستقطعها حماس بالتدريج حتى تصل إلى برنامج سياسي يكون واضح الموقف فيه فيما يتعلق تحديدا بقرارات شرعية دولية ليستطيع أن تكون موقفها واضح. أعتقد أنه ليس من السهول المكان أن أنا مؤمن أن كثير من قيادات حماس التي ذهبت وجاءت واحتكت برؤساء دول وبشخصيات سياسية مقتنعة، وأنا سمعت هذا منها، ولكن الذي أعلن اليوم هو محصلة توافق داخلي في حركة حماس. هناك أطياف جزء منها ما زال يفكر أن المبادئ تقتضي ألا تتبنى عمل سياسي، بينما قناعتنا أن المبادئ والوصول لها تقتضي تبني آليات عمل سياسي توصلك مرحلة بعد أخرى إلى الهدف النهائي. يعني هل هذا يعني أنه أن حماس قد تدخل في مفاوضات مباشرة مثلا إذا عادت المفاوضات بين الفلسطينية الإسرائيلية وإدارة ترامب بتحاول أن تدفع في هذا الاتجاه، هل هنا حماس هتقبل بأن تكون جزء من هذا التفاوض أو أنها تدخل ضمن إطار منظمة التحرير وإطار السلطة عشان تدخل في هذا التفاوض؟ هل ده يؤدي إلى، هل هذا التغيير يؤدي إلى حل الصراع الداخلي الفلسطيني فلسطيني؟ حل الصراع الداخلي الفلسطيني فلسطيني لم يكن سياسيا ولا مرة. المشكلة كانت تتعلق بالحكم، ربما البعض قال أنه سياسي، لا ليس صحيح، لأنه منذ زمن بعيد أعلن الشيخ أحمد ياسين أنه يتطلع أيضا إلى دولة في حدود 67 ما حدنا 30 عام، وهذا كان قد صرح به الله يرحمه الملك حسين في ذلك الوقت ملك الأردن. الآن موضوع المفاوضات، حماس ليس بالمناسبة غير مطلوب من أي فصيل فلسطيني أن يكون مباشرة لا في مفاوضات ولا في حوار ولا أن يعترف بإسرائيل. الذي يعترف بإسرائيل هو الإطار الممثل للشعب الفلسطيني بصفته القانونية بإسرائيل، وإسرائيل اعترفت فيه وهناك مفاوضات. الآن حماس مطلوب منها أن تكون جزء من منظمة التحرير، ولكن يمكنها أن تكون جزءا من منظمة التحرير بعد حوار تتبنى فيه ليس التزامات منظمة التحرير إنما برنامج منظمة التحرير القاضي بكل بساطة بالتالي: إقامة دولة فلسطينية في حدود 67 وعاصمتها القدس وحل الموضوع كما ورد في المناسبة مبادرة السلام العربية. إذا كان هذا الأمر ممكنا أنا أعتقد أنه يمكن أن نجسد شراكة في منظمة التحرير، ولكن يمكن القول أيضا أن حماس اليوم قطعت خطوة باتجاه خطوات أخرى لابد أن تقطعها ليكون برنامجها واضحا أكثر فيما يتعلق بتبني مفهوم الدولة في حدود 67. بشكرك دكتور محمد الحوراني القيادي بحركة فتح، ومعي أيضا سيد طه الخطيب المحلل السياسي الفلسطيني. سيد خطيب، لماذا الآن؟ يعني لماذا هذا التحول أو ما يبدو أنه تحول، وطبعا لن يعني نقتنع أنه تحول حقيقي غير لما نشوف نتائج على الأرض، لماذا هذا التحول الآن؟ مساء الخير أستاذ لمين، تحياتي ليك ولمشاهدينك. شكرا. التوقيت اللي حصل فيه في شهر 4 صدور البيان لم يصدر اليوم، هم اعلنوا انه اليوم في مؤتمر صحفي، بس البيان ده اتسلم يوم 5/4 لاحمد رجب طيب اردوغان، وكان العنوان الرئيسي نحن نثق بتركيا والدور التركي، وتقوم تركيا بالتفاوض مع اسرائيل حول مصوغات البيان. موضوع الإخوان يا أستاذ لميس، هم لم ينفوا علاقتهم بالإخوان مطلقا، بل بالعكس، وبقول لك إحنا جزء من المدرسة الفكرية للإخوان المسلمين، صحيح. بس إحنا تنظيم فلسطيني. التنظيم الدولي يا أستاذ لميس اللي هو عبارة عن 84 مؤسسة دولية، في التنظيم
العراقي، في التنظيم المصري، في التنظيم الأردني، في التنظيم التركي، الماليزي، الفلسطيني. فلسطين جزء من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وهم جزء من الفكر الإخوان المسلمين، وهم لم ينفوا علاقتهم بالإخوان. لكن هم لو قرأنا احنا البيان نقاطه الـ 42 بند حنكتشف أن الصياغة لغة الوجه الآخر السياسي للإخوان المسلمين، ونكتشف بعد فترة قصيرة من اللي صار بالضبط، مين اللي كتب الطريقة هاي. احنا ناس حلوين ومستعدين للحوار السياسي ودخول في العملية السياسية أوسطية. لماذا التوقيت الآن عندما بدأت الأحداث؟ نرجع بس أسبوعين شهر بالضبط لغاية 28/3 انعقاد القمة العربية، عندما الأمير تميم ألقى كلمة قطر في القمة بعد كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال أن هناك دولة عربية تحاول أن تجعل من تنظيم سياسي باحث عن العدالة والديمقراطية في الشرق وفي المنطقة العربية على أنه تنظيم إرهابي. ذهب السيد الرئيس إلى أمريكا على محتوى تفاهم مسبق مع الإدارة الأمريكية حول وضع الإخوان المسلمين تنظيم إرهابي على مستوى العالم. قطعت التفاهم هذا السيدة تريزي مير رئيسة وزراء بريطانيا والأستاذ لميس، ونذكر الأحداث بتسلسلها عشان بس نفهم ليش الوثيقة هلأ. قالت لترامب أنه الإخوان المسلمين بيحكموا 4 دول عربية، وهذا سيعمل خلل في المنظومة الدولية. وذهبت من واشنطن، لم تعود إلى لندن، ذهبت من واشنطن إلى أنقرة واجتمعت بأحمد رجب طيب أردوغان لإعادة صياغة مفاهيم معينة تتعلق بالإخوان المسلمين، وعادت إلى لندن. وأثناء وجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في واشنطن، فجأة ظهر أن السيدة تريزي مير لها موعد في عمان والسعودية فجأة بدون موعد مسبق وبدون إعلان مسبق. صحيح. حضرت إلى المنطقة. أما المعلومة اللي حكاها ما أعرفش الأستاذ مجد أو صالح الخلاب الوزير الإعلام السابق الأردني حول واشنطن ضغطت على قطر، لا، قطر تنفذ ما يملى عليها من لندن. علاقة قطر الإخوانية بالتنظيم الدولي اللي بربطهم فيها حمد بن جاسم بلندن مش بواشنطن يا أستاذ لميس، بس نوضح الصورة كمان. يعني إذن وجه رأي حضرتك أنه هذا ليس فك ارتباط ولكنه لا العكس، هذا تأكيد أنه الإخوان المسلمين دول عندهم ناس محترمين وحلوين وعيونهم جرؤ وشعرهم ناعم. واللي حيروج للموضوع ده خلينا نراقب الليلة أو بكرة، بكرة عندك لسه حلقة 3، هتكتشف أن الصحافة الأمريكية نزلت صفحات أولى في كل الصحف الأمريكية، وممكن من الليلة نشوفها. لا، الصحافة البريطانية كمان الأمريكية تحديدا. لا، ما هو أمريكا اللي بده يصير فيها الضغط، بريطانيا خلص مقفولة، الإخوان موجودين وعاء كامل في بريطانيا، ورئيسة وزراء بريطانيا تقوم بالدفاع عن هذا المفهوم اللي هم أسسوه سنة 1924 قبل إعلان 1928 في مصر. هم أصحاب الفكرة والقصة كلها قبل ما تدخل إسرائيل ويصير لها حصة، وقبل ما تصير أمريكا لها حصة وتنشئ القاعدة. الأم الأساسية للموضوع الإنجليزي، وإحنا ما زلنا نعاني من القصة هذه. فلسطينيا ما قبل فيه السيد الرئيس السادات عام 79 نحن رفضناه، كنا في لبنان ورفضناه، قبلنا في أوسلو بأقل 3 درجات مما عرض علينا أيام السادات. كويس، قبلنا بأوسلو سنة 2000 إسرائيل قلصت ما قبلنا فيه في أوسلو 7 درجات. إسرائيل هلأ يحكي لك في موضوع الضفة وغزة على أنه كيان غزة فقط، ما تقوم به حماس الآن 3 نقاط أساسية: الاعتماد على كيان موجود في غزة، تسميه فلسطين، تسميه غزاوي، تسميه أي مسمى لغزة. حماس اللي بتتحدث عن المرونة من 7 أيام أستاذ لميس، لو كتب واحد كلمة واحدة على الفيسبوك أو تحدث مع زميل له أو أخ له في السياسة يتم اعتقاله حاليا من أسبوع وما حدش معه خبر. ليه؟ لأنه احنا عندنا معركة تانية، عندنا الإضراب الأسرى. أيوه. إجت حماس تعلن الوثيقة ومبادراتها في موضوع الحل الأسرى والإضراب شغال، بدل ما نسعى لتحسين الأوضاع السياسية والإنسانية لأسرانا في السجون الإسرائيلية ونطلب مساعدة الجميع،
بنقول احنا نستطيع الحل على حدود الرابع من حزيران. نعم. الرابع من حزيران راح. احنا حتى انا بقول لك منظمة التحرير، انا بقول لك من هلا لا تستطيع ان تذهبي لامريكا وتقول لك اربع، في عندك الجدار هلا، وفي عندك 48% من اراضي المستوطنات في الضفه الغربيه، لم يبقى من الضفه الا 52%. وهذا الكلام ما كان معلن في 2001 ايام جورج بوش الابن حول اجتماع مصر الاردن فلسطين ايام ياسر عرفات ويهود براك في 2001 باجتماع في المجدل في عسقلان اشكلون، ويفرض حل كذا كذا مع توسعة قطاع غزة على حساب سيناء. المشروع بتاع خرائط حدود الدم يا استاذ لميس، لازم نذكر الناس كل القصة كلها. لماذا حماس الآن بتقول أنا قادر على العمل السياسي؟ علشان تستطيع تركيا، وهذه المأساة، رفضنا وثيقة المصالحة اللي أعدها السيد عمرو سليمان المرحوم عمرو سليمان في 4/5/2011 وأسقطتها حماس في اسطنبول في 4/6/2011، الوثيقة اللي حضروها كل الفلسطينيين فصائل ومجتمع مدني. فهي قبلت الآن، أو يعني تضع هذه البنود قبل أقل في الحرب غزة 2014، هي الوثيقة الخارجية المصرية بتاعت السيد سامح شكري اللي قدمها للفلسطينيين بالقاهرة، وعدوان إسرائيل على غزة في 2014 تموز من 6 نقاط تتعلق بالحدود الرابع من حزيران بمدينة القدس الشرقية، بالأسرة وتحرير إعادة الأسرى الخارجين خارج فلسطين اللي أبعدوا. حماس رفضتها. طب هي حماس اليوم تقبل بس في حدود الرابع من حزيران. مفاوضات تركية لتحسين شروط غزة، إنشاء ممر آمن، سكة حديد، وحاسبت لك هلا معلومة يعني من خلال البرنامج، شغالة إسرائيل نقلت موظفين معبر كرم أبو سالم الأسبوع اللي فات يوم الخميس تحديدا اللي هو على حدود مصر فلسطين إسرائيل غزة، نقلت الموظفين على معبر إيرز، وبدأ العمل على توسعة معبر إيرز لعمل ممر آمن للسكة الحديد من مينا الزود، بديلا عن فكرة مينا غزة اللي هم بيقولوا احنا هناخد مينا في غزة. ما فيش مينا في غزة، في منطقة حرة في ميناء الزود. وهذا تم التفاهم عليه بين حماس وقطر وتركيا وإسرائيل في فبراير 2014. انا بذكر لك المعلومات الأمنية التاريخية أنه مهم علشان الوقت أخر. بس سيد خطيب، علشان الوقت، إذن أنت ترى أن هذه التغيرات هي تغيرات شكلية وليست حقيقية خالص على الإطلاق. هو بقول حتى هو بلمع نفسه، بس قال لك أنا من المدرسة الفكرية للإخوانية بس تنظيم فلسطيني. نعم كلامه صح. بشكرك. تنظيم فلسطيني اسمه حركة المقاومة الإسلامية حماس. مشكورك سيد طه الخطيب المحلل السياسي الفلسطيني. معي ايضا دكتور عبد المنعم سعيد المحلل السياسي وطبعا رئيس مجلس اداره المصري اليوم. يعني دكتور عبد المنعم، كيف ترى تاثير هذه الوثيقه على القضيه الفلسطينيه؟ هل لها تاثير ام انها مجرد مناوره وتلاعب بالكلمات؟ انا راينا مناوره ومراوغه في نفس الوقت، ولا يتعامل بجديه مع القضيه الفلسطينيه ولا التاريخ الطويل للفشل السياسي الفلسطيني، يعني علشان نكون صرحاء في هذه المرحلة، يعني لأنه الأساس فيما يجري هو محاولة إدخال القضية الفلسطينية في عمليات التسوية الشاملة، بخاصة بأزمات المنطقة الشرق أوسطية ككل، وجهد في الحقيقة مصري في الأساس. اللي بتقوم به حماس في هذا المشروع لا يتعامل مع القضية الأساسية، وهي مسألة حل الدولتين. الكلام السيد مشعل هو حل الدولتين الفلسطينيتين، يعني بمعنى انه في دوله في الضفه الغربيه ودوله في غزه، مثل ذلك ليس حل الدولتين، يعني دون ان يكون الطرف الاخر موجود في هذه المعادله كم يصبح الامر كما لو اننا نتحدث مع انفسنا. يعني حل 67 مع مين بالضبط؟ 67 مع دوله اسمها اسرائيل. فإذا لم يكن لدى السيد مشعل الشجاعة أن يقول ذلك، ويبقى الكلام متغطي في كلام العالم في الحقيقة لم يعد يحترمنا كثيرا لمثل هذا النوع من المناورات والمراوغات العربية، إما أن احنا عندنا كلام صريح حول الموضوع، هل أنه في نفس الوقت أنه لو هذه المبادرة الخاصة بالدولة الفلسطينية يمكن أن تنجح عن طريق السلطة الوطنية الفلسطينية، هل السيد مشعل
ومنظمة حماس هتبقى على استعداد انها تلقي السلاح، ام انها سوف تستخدمه لنسف اي نوع من الاتفاق كما حدث مع اوسلو من قبل. هذه هي القضايا الاساسية حوالين الانقسام الفلسطيني وحول القضية. هل تقرأ فكرة فك الارتباط؟ هل هناك، هل هذه الوثيقة تعلن عن فك ارتباط حقيقي مع جماعة الإخوان، ولا هو بيؤكد أنه هو جزء من الفكر، فكر جماعة الإخوان، وأنه بس منظمة مستقلة؟ أستاذة نميس، لا يوجد فقرة فيما يقول السيد مشعل إلا في دبل توك، يعني صح. نلاقي احنا مش مع، احنا تنظيم مستقل، يعني ما كل الشابترز، في شابتر في اندونيسيا وشابتر في فلسطين، يعني في محاوله كده لاستعباط الناس شويه، لاستعباط الناس في الكلام يعني. الكلام يعني اعتقد يعني ان الاوان ان احنا نعدي هذه النوعيه من الحديث يعني، ونبقى نتعامل مع واقع في الحقيقه، واقع مرير يعيش فيه الشعب الفلسطيني. بشكرك دكتور عبد المنعم سعيد، المحلل السياسي ورئيس مجلس إدارة المصري. محاولنا ان احنا نستمع الى عدد من الاراء السياسية، يمكن ناس كتير بتحب ان احنا ننغمس اكتر في الشأن الداخلي، لكن القضية الفلسطينية دي قضية مصرية محورية بالنسبة لنا، خاصة ان حماس على حدودنا الشرقية في غزة، علاقة حماس بجماعة الاخوان علاقة مهمة جدا، وكمان مصر تحمل لواء القضية الفلسطينية، وجزء مهم جدا من حوارات الرئيس السيسي مع إدارة ترامب كانت لإعادة المفاوضات والكلام عن مؤتمر دولي للسلام في يعقد في الولايات المتحدة. إذن هل ده كلام يعبر عن تغيير حقيقي على أرض الواقع؟ علينا أن ننتظر، لا يمكن الحكم عليه ولا يمكن الاحتفاء به، يعني لا يمكن التهليل له أنه لم يعد يذكر تدمير إسرائيل، أنه بيتكلم على حدود 67، أنه بيتكلم على أنه لم يذكر جماعة الإخوان. لا، هو أكد في كلامه أن حماس حركة جزء من النسق الفكري لجماعة الإخوان. إذن لا يمكن، بصوا جماعة، الإخواني بيفضل إخواني، ما بيغيرش، ما بيقدرش يطلع من جلده يبقى فجأة حد غير إخواني، ده بيبقى عدد قليل جدا. وبالتالي نرجو أنه لا يتم احتفاء بأنه حصل فك ارتباط مع جماعة الإخوان، لا، دي مجرد كلمات كده عشان نرضي الإدارة المصرية، عشان عندنا شوية مشاكل على الحدود، ومصر أغلقت الأنفاق وبتعمل تضييق على الإخوة في على قيادات حماس، الحقيقة مش على الفلسطينيين ولكن على قيادات حماس. وبالتالي موضوع فك الارتباط ده أنا لا أقرأه أنه فك ارتباط حقيقي، أقرأه كمناورة حمساوية واضحة جدا تجاه كل ما يتعلق بجماعة الإخوان. هم جزء من جماعة الإخوان، جزء من النسق الفكري لجماعة الإخوان، مستقلين بقى مش مستقلين، في النهاية هم جزء من جماعة الإخوان، جزء من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، هذا ما يخصنا. هم قالوا جزء تاني إنه إحنا بنقول إن إحنا لن نتدخل في شأن الآخر ولا في شأن دول عربية أخرى، ولن نتدخل في الصراعات العربية، ده كلام واضح برضو يتعلق بمصر. ولكن هل هذه الوثيقة تعبر عن تغير حقيقي سيؤثر على القضية الفلسطينية؟ ده اللي لازم نشوفه خلال الأيام المقبلة، وربما بعد زيارة أبو مازن لواشنطن. خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنتكلم على شادن، الفتاة المصرية التي لقيت مصرعها في ألمانيا.